بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. جايلكم فيديو جديد. فضلا قبل ما نبدأ الفيديو، لايك شير اشتراك، عايزين نوصل الفيديو لناس كتير. الفيديو ده هينفع الناس اللي هي أصحاب الابتلاءات الطويلة. لازم نكون مؤمنين يا أحبابنا إن مش أي حاجة بتحصل لنا في حياتنا هي شر لينا، ومش كل خير بيحصل بيكون هو خير. يعني في حاجات فيها حكمة لا يعلمها إلا الله، اللي هو تفسير معنى آية قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتير ناس بتحصل لها مواقف في حياتها بتقول إن هي دي آخر الدنيا، وإن خلاص حياتي توقفت عن الموقف ده، وإن أنا حياتي اتدمرت، بس بتكتشف بعدين إن هو ده كان بداية الطريق الصح، وإن هو ده اللي كان هيوصلها لهدفها، وإن هو ده اللي كان هيفتح عليها أبواب خير كتير. وناس كتير بتبقى شايفة ان الموقف ده جميل وقد ايه هي كانت بتحلم بيه، زي الانسان اللي بيفضل يدعي بدعوة معينة وبعد فترة معينة لما بتستجابش بيقول الحمد لله ان هي ما استجابتش، ده هي لو استجابت كانت هتكون شر ليا وانا مش عارف. طبعا معانا مواقف كتير النهاردة هنحكيها مع بعض بإذن الله، بتبين قد ايه ان مش كل حاجة احنا بنبقى فاكرين ان هي خير لينا بتكون خير، لا بتكون شر وبتكون سبب تعاستنا في الحياة. وفي نقطة مهمة برضو لازم نكون عارفينها، ان هي كلنا في الحياة دي اصحاب ابتلاء، مفيش حد في الحياة دي عايش سعادة كاملة. كل انسان في الحياة دي عنده شيء معين وجعه، عنده شيء معين سبب حزنه، سبب ألمه. يعني انت لو اخدت رزقك في المال والاولاد، ممكن تكون حياتك مع زوجتك مش كويسة، ممكن تكون زوجتك كويسة واولادك كويسين بس ماديا مش كويس، ممكن يكون معاك فلوس وفي خير كتير وقريب من ربنا، وعندك العربية وعندك البيت وعندك الوظيفة، بس صحيا مش كويس، اللي هو الفلوس مش بتجيب الصحة. فبلاش نبص لعيشة اي حد تاني. يعني احدى الاخوات بتقول انا بشوف صاحبتي اتجوزت وخلفت وزوجها معيشة في حياة سعيدة، لكن انا لسه زي ما انا وحاسة ان انا، طب اشمعنى هي ربنا خلقها سعيدة ورزقها الرزق ده كله وانا لا؟ هل انت بتشوفيها قبل ما تنام بتكون عاملة ازاي؟ هل انت شايفاها صحيا كويسة ولا لا؟ هل انت شايفة اولادها متفوقين؟ هل انت شايفة ان زوجها اصلا في الداخل المعيشة بيعملها كويس زي ما انت شايفة بره؟ فبلاش تحكمي على حد ظاهريا. وكل انسان في الحياة دي لو اتحط مكان الانسان التاني مش هيتحمل اصلا الحياة بتاعته، لان ربنا خلقنا كده. يعني كل واحد يتحمل اللي هو فيه وبس، ما حدش بيقدر يتحمل عيشة الغير، فبلاش نحكم على حد ظاهريا. احدى الاخوات بتقول اهلي غصبوني على شخص وكنت بنضرب وبعيط كتير جدا عشان ما اخدهوش، وبعد الزواج اكتشفت قد ايه الشخص ده حنين وطيب وملتزم جدا وانسان ذو خلق، وعايشني في حياة سعيدة جدا. بحمد ربنا دلوقتي ان انا ما اخدتش اي شخص تاني غيره، او الشخص اللي انا كنت عايزاه تاني طلع عاصي وكلام من ده كتير، وبتحمد ربنا فعلا، بتقول ونعم الزوج، هو فعلا الزوج الصالح اللي عوضنا عن حاجات كتير في حياتي. فبلاش نحكم ظاهريا يا احبابي. فطبعا الاخوات اللي بتدعو بدعوة معينة بتقول ربنا ما استجابليش، طبعا احنا ان شاء الله هنعمل حلقة كاملة عن الدعاء بقى، اللي هو اسباب الاستجابة وايه اللي ممكن يمنع استجابة الدعاء، وامتى ممكن يكون اصلا الدعاء ده مش خير ليك وانت مش عارفة. فان شاء الله ده هتبقى حلقة كاملة لوحدها عشان ما نطولش الفيديو. تعالوا بقى نشوف المواقف اللي بعض الاخوات اتعرضت لها ودلوقتي بتحمد ربنا على اللي حصل لها في حياتها. يلا نبدأ مع بعض. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن المواقف اللي حصلت مع احد الاخوات، بتقول ان هي اتقدم لها شاب، وبتحكي انه لما قعد معاها واتكلموا هي وافقت بيه وكانت فرحانة بيه، لكن هو رفضها عشان هي تخينة. وبعد فترة لما حصل لها الموقف ده هي قررت ان هي خلاص هتخس ومش هتفضل بالشكل اللي هي فيه ده. بعد كده قدرا شافها تاني بعد ما خست فتقدم لها تاني، فهي عشان بنوتة عندها كرامة رفضت، وبتقول من ايام بسيطة شافت اسمه في خبر محكوم عليه بالاعدام. تخيلوا يا احبابي، هي كانت فرحانة بيه قد ايه اول ما تقدم لها، تخيلوا دي لو وافقت بيه وهو دلوقتي محكوم عليه بالاعدام. طبعا سمعتها كانت هتبقى وحشة، لان الشخص اللي سمعته مش كويسة بتكون عليه وعلى زوجته.
فلو هي كانت تزوجته كان يعني كان مثلا هيبقى مصيرها ايه؟ ان زوجها خلاص هيتعدم وارملة، كانت حياتها هتبقى عاملة ازاي بعد ما تكتشف حقيقته؟ فما نحكمش على حد بالظاهر، وهي كانت فرحانة بالشخص ده بس بتحمد ربنا ان هي فعلا ما اخدتهوش. واحدة تانية اتخطبت لشخص بتتمناه اي بنت، زي ما بيقولوا كده، ايه اللي هو ايه، عريس اللقطة، او يعني شخص كويس جدا. بتقول ان هي كانت سعيدة في البداية، لكن مع الوقت اتغير وزادت المشاكل وما كانتش عارفة تحل مشاكلها ازاي معاه، لكن الناس استسلمت للامر الواقع وقررت تنفصل عنه بالرغم انها لسه بتحبه. وبعد فترة عرفت من صديقة ليها انه اتجوز، وبدأ رحلة العذاب من اول شهر جواز لانه مصاب بالمرض الخبيث والعياذ بالله. طبعا لا شماته في المرض، احنا مش هنقول يعني ان هي سابته فربنا رحمها عشان هو جاله مرض، لا، لعل ان هي ما كانتش هتستحمله وهو مريض او كده. يعني هي بتقول اصلا كان في مشاكل بصفة مستمرة ما بينهم، فهي لما انفصلت بعد كده عرفت ان هو لما تزوج من اول شهر زواج وهو بيعاني، يعني هي كانت هتتبهدل معاه. طبعا يا احبابي اي واحدة لما زوجها بيكون مريض بتتبهدل معاه وبتحزن على مرضه وبتزرع عشانه وبتتأثر طبعا، فممكن تكون هي ما كانتش هتتحمل الابتلاء اللي زوجها فيه ده وكده. فده برضو اللي هي عسى ان تكرهوا شانه هو خير لكم، عسى ان تحبوا شانه هو شر لكم، فبرضو ما نحكمش بالظاهر. موقف بقى يعني بيحصل لنا كتير، يعني اغلبنا بيحصل معاه نفس الموقف. واحد كان مسافر في القطر واكتشف فجأة انه نسي اوراق مهمة خاصة بشغله، وقرر ينزل من القطر اللي كان مسافر فيه قبل ما يتحرك من بلده ورجع بيته. مراته استقبلته بخوف وبكاء شديد جدا، يعني بيسألها عن السبب، قالت له جه في الاخبار خبر انقلاب القطر اللي انت كنت مسافر فيه. شوفوا يا احباب ربنا نجاه، يعني لعل هو مثلا في وقتها يقول يا انا نسيت الورق، يعني انا ازاي نسيت حاجة زي دي، انا كده هتأخر. وطبعا بيحصل معانا كلنا الموقف ده، فما تيأسي وما تزعلش، لعل اللي حصل ده كان خير ليك وانت مش عارف، ومش شرط تشوف الحكمة في وقتها. يعني زوجته بتقابله وبكاء وكده، فهي اللي هي اتخضت عليه لما عرفت ان القطار انقلب، فهي افتكرت ان زوجها حصل له حاجة، لكن يعني ربنا اراد له حياة تانية طبعا، كاتب له عمر لسه، وان هو دلوقتي مش هيموت او هيصاب او اي شيء، فدي من رحمة الله. فانت ما تزعلش ان انت نسيت الورق، ما تزعلش ان انت هتتأخر شوية. وكتير مواقف بتحصل، زي برضو الاخت اللي كانت صلت الفجر ونامت فتأخرت عن المحاضرة اليوم ده، كانت طبعا بتقول ان الدكتور صعب جدا ومش عارفة هتعمل ايه لما تقابله، ان هو اصلا ما بيدخلش حد لو اتأخر حتى دقيقة واحدة. فلما وصلت كانت قالوا لها ان الدكتور النهاردة اصلا ما جاش وان عندنا فاضي. فتخيلوا يا احبابي، هي يعني عشان سبحان الله ربنا قدر لها الخير، لان هي اتأخرت بسبب صلاة الفجر، ان هي راحت عليها نومة او كذا لما هي قامت صلت وبعد كده نامت. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ممكن حد تاني كان ضيع صلاة الفجر وقال لا انام احسن بدري ومنين ما اصحى بقى اصلي الفجر، وبعد كده ما فيش مشكلة، وكان راح المحاضرة راحت عليه، بقى ضيع صلاة الفجر ومحضرش محاضرة. لكن يعني سبحان الله، يعني سبحان الله حكمة الله. فمش كل حاجة يا احباب بتحصل لنا بتكون وحشة لينا، ومش كل حاجة حلوة احنا بنتمناها بنبقى شايفينها حلوة وبتكون خير لينا، اوقات كتير بتبقى شر. انا واحدة من الناس لما جبت مجموع ثانوية عامة ووالدة قدم لي، وطبعا في فيديو تاني حكايتي مع الثانوية العامة تقدروا تشوفوه بقى بالكامل عشان ما اطولش عليكم. فانا كنت من الناس الحزينة جدا لما والدي رجع حاول لي في مدرسة تانية غير الثانوية العامة، تأثرت جدا ونفسيتي تعبت واكتئبت، لكن حمدت ربنا بعد كده. ممكن ما كنتش كنت جبت مجموع كويس او كده، انا دخلت حاجة تانية بس تفوقت فيها والحمد لله، دخلت حاجة كويسة جدا وكنت من المتفوقات في دراسة بفضل الله تعالى. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. زميلاتي اللي كانوا في الثانوية العامة مفيش حد منهم جاب هندسة او طب، وانا كنت من الناس اللي كان نفسي في طب، فالله اعلم انا كنت هجيب الطب ده ولا لأ، لكن انا في مكاني ربنا كرمني وتفوقت في مكاني وربنا عوضني خير الحمد لله. فزي ما قلنا بلاش نحكم على اي امر من الخارج، بلاش تحكموا على حياة الاخرين، بلاش تشوفي اي موقف وتحكم عليه. ساعات في ناس تقول طب انا عايزة اعرف حكمة ربنا من اللي بيحصل لي ده، اصبري اصبري ان شاء الله، وان شاء الله هيجي الوقت اللي تعرفي الحكمة من الشيء اللي بيحصل لك ده، ووقتها تحمد ربنا على اللي ما حصلش.
او على اللي حصل، او على حصل عكس رغبتك هتحمدي ربنا، فما تستعجليش. يبقى الخلاصة حاجات كتير يا احبابي بتضيع من ايدينا بتكون مناسبة لينا او هتكون سبب سعادتنا. وفي حاجات لو مضاعتش هتضيعنا احنا، يعني في حاجات لو مضاعتش هتضيعنا احنا. يعني لو دخلت ثانوية عامة وفشلت فيها كان خلاص كده هعمل ايه، لكن دخلت حاجة تانية وتفوقت فيها فالحمد لله ربنا عوضني. فالاحسن الحاجات اللي لو ما ضاعتش هتضيعنا، لا الاحسن ان هي تضيع، الاحسن ان احنا نسيبها تضيع، ولو نصيبنا فيها وخير هترجع، ولو مش خير ربنا هيعوضنا بالاحسن، وما فيش احسن من اختيار ربنا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وخليكم دايما، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتير بنحب حاجات وبتكون شر لينا واحنا مش عارفينها يا احبابي. طبعا الكلام في الموضوع ده كتير جدا جدا جدا، يعني مهما اتكلم عايزه بقى ايه الناس بقى اللي سمعاني دلوقتي، اي حد حصل معاه موقف بيدل على كده يحكيه عشان نستفيد مع بعض، ولعلها تكون رساله لحد تاني ان هو مثلا بيمر بظروف وحشه، فلما يشوف ظروفكم واللي مرتوا بيه يسترجع نفسه ويصبر ويرضى باللي هو فيه. ارضوا يا احبابي واقتنعوا باللي انتوا فيه، القناعه كنز لا يفنى. قولوا الحمد لله في السراء والضراء، ما تب... يعني إيه اللي هو ايه، ما تلجاوش لربنا في الوحش بس، لا الجاوا لربنا في الحلو والوحش. وما تنسلوش من صالح دعائكم. يا رب ما اكونش طولت عليكم، ولو حابين اي موضوعات نتكلم فيها تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، برد على الجميع ان شاء الله. وان شاء الله احاول انزل لكم فيديوهات باستمراريه، بس ان شاء الله اعدي الظروف اللي انا فيها. انتوا عارفين زي ما قلت لكم مغتربه مع حمل مع بنت صغيره، فبضطر استنى لغايه ما هي تنام خالص عشان اقدر اعمل لكم فيديو من غير ما يكون صوتها طالع فيه، زي ما حصل في الفيديوهات القديمه والناس كانت بتشتكي وكده. سامحوني على الاطاله. يا رب اكون يعني قدرت اجمع اللي انتوا حابين تسمعوه او اللي انا عايزه اقوله، عشان مش دايما بقدر اطلع كل حاجه، يعني المواضيع فيها كلام كتير جدا، وبحاول اتكلم بالراحه اهو عشان الناس اللي بتقول انت بتتكلمي بسرعه. يعني انا والله يا احبابي ما بقتش عارفه اعمل ايه، بتكلم بالراحه تقول الفيديو طويل، اتكلم بسرعه مش بنلحق نفهم. فانا هحاول على قدر المستطاع ان انا اكون وسط عشان ارضي الجميع بإذن الله، وربنا يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسناتي يا رب العالمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.